عندنا في الجزئية دي بنكمل بقية الوحدة السادسة. الدرس التاني هنتعرف على أفراد العائلة. أخذنا طبعا عائلة، يعني family، عائلتي my family، أخذناها في عنوان الدرس. هنا أول كلمة نتعرف عليها father، 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 mother، 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 sister، 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 brother، 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 grandfather، 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 grandmother، grandmother، grandmother. عندنا هنا أول كلمة father. هنبدأ إن احنا أنا قرأت كلهم بشكل عام. هنبدأ إن احنا بقى نمسك الكلمة ونقطعها أو نقسمها لمقاطع علشان الطالب يعرف إزاي يقرأ بشكل صحيح. يعني عندنا letter F with A، fa، 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 th هنا صوته ذا مش fa، صوته هنا إيه؟ ذا. يبقى fa the er، fa the er، تبقى father، father، father. طيب الكلمة اللي بعدها mother، ma the er، ma the er، تبقى mother، mother، mother. عندنا هنا s مع i، s، sis، 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 tur، sis، tur، sister، sister. bro، bra، 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 ther، brother، brother، brother. br بس، bra، 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 brother. طبعا هنا تي اتش في الكلمة دي والكلمة دي والكلمة دي صوتهم واحد the، father، mother، brother، father، mother، brother. بعد كده عندنا هنا جي ار، جرا، جرا. اي هنا صوته قصير short vowel، a، جرا، 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 ن، د، جرا، ن، د، تبقى grand، grandfather، grandfather، grandfather. طيب جدة، grand، grandmother، grandmother. خلاص احنا اتفقنا تي اتش في الكلمات دي صوتهم مع بعض ذا ذا. هنا جي ار، جرا، جرا، جاي وراهم ايه؟ تبقى جرا، جرا، ان، د، grand، grandfather، grandmother، grandfather، grandmother. listen، استمع، point، shower، and say، وقل. هنبدأ ان احنا نشاور على الصور ونقول الافراد العائلة. طبعا هو الولدين مع بعض، ده بيسأل سؤال وده بيجاوب عليه، لسه هناخد صيغة السؤال وازاي نجاوب عليه. هنبدأ بس تاني نشاور على افراد العائلة ونقول اسمهم مرة كمان. grandmother، grandfather، mother، father، brother، sister، وده كمان brother، أخ. طيب عندنا الولد ده بيسأل سؤال، بيقول who is this، who is this، وبيشاور على صورة ده، بيشاور على ده، who is this. رد ده عليه قال له this is my grandfather، this is my grandfather، ده جدي. من يكون؟ رد قال له ده جدي. يبقى who is this، رد قال له this is my grandfather. يبقى احنا عندنا صيغة سؤال بنتعلمها who is this، who is this. طيب عايزين نعرف اصلا يعني ايه هو. شايفين هو دي أداة استفهام بمعنى من، أداة استفهام بمعنى ايه؟ من. يبقى هو أداة استفهام بمعنى من. تاني عايزين نحفظها الاول، هو أداة استفهام بمعنى من، هو أداة استفهام بمعنى من. بتسأل عن شخص عاقل،
بتسأل عن شخص عاقل. يعني ايه شخص عاقل؟ يعني شخص بيفكر، شخص عاقل زي افراد العائلة كده. لكن ما ينفعش مثلا تسأل عن جماد زي مثلا الموبايل او القلم الجاف او قلم رصاص، ما ينفعش اقول هو از ذس. يعني مع الحاجات الجماد او الحيوان ما ينفعش استخدم هو، ولكن مع العاقل يبقى هي. هنا احنا بنقول من للعاقل، لان هو بتسأل عن العاقل. يعني ممكن اقول اسأل سؤال على دي واقول هو از ذس، هو از ذس، من تكون، وارد اقول this is my grandmother، دي جدتي. اسأل نفس السؤال هنا who is this، من يكون، اي كانت الاجابة this is my grandfather. who is this، من تكون، who is this، this is my، واشيل بس grandfather واحط mother، this is my mother. يبقى who is this، هو لو اول ما اشوفه الاجابة لازم تكون شخص عاقل. يعني مثلا grandfather ده شخص عاقل، جدي، mother مامتي شخص عاقل، father الأب، brother or sister، كل دول أشخاص عاقل. يبقى كل ده عاقل. إذن في الحالة دي استخدمت أداة استفهام هو، معناها من للعاقل. من هذه؟ Who is this؟ This is my grandmother. Who is this؟ This is my، واشيل grandfather، لا مش هشيلها لان هي مكتوبة grandfather. Who is this؟ Who is this؟ نفس صيغة السؤال ثابتة، ارد اقول this is my، دي ثابتة، واغير grandfather لي mother. Who is this؟ صيغة السؤال ثابتة، الاجابة تكون this is my father. طيب who is this؟ Who is this؟ من تكون؟ This is my sister، دي بتكون اختي. يبقى للسؤال عن العاقل بستخدم اداة الاستفهام هو، بمعنى من للعاقل، من للعاقل. عندنا هنا this، يعني ايه this؟ this اصلا يعني هذا او هذه للمفرد القريب. المفرد يعني شخص واحد بس. انا قلت دي هذه جدتي، هي شخص واحد بس بتكلم عنها. طب لو عايز اقول هذا جدي، ده شخص واحد بس مفرد، يبقى ده مفرد عاقل وقريب مني، لان this معناها هذا او هذه للمفرد القريب. اكتبها لكم برده عشان تذاكروها، this يعني هذا او هذه للمفرد القريب. تمام كده. يبقى انا عندي هنا هو معناها من للعاقل، أداة استفهام بمعنى من للعاقل. عندي this معناها هذا أو هذه للمفرد القريب. وعلشان أسأل عن شخص استخدمت أنا this، لأن بقول من هذا، من هذه، who is this، واستخدمت معاها is. ده الفعل المساعد is بيجي مع المفرد. أنا شرح الفعل المساعد is ده في الوحدة الخامسة اللي قبل دي. لو حابين أن أنتوا ترجعوا لتصريف فعل be اللي هو يكون، هتلاقوه موجود في شرح الوحدة الخامسة اللي قبل دي، وهقول لكم عليه بشكل سريع. بي بيتصرف لثلاث حاجات، از وام وار، ثلاث حاجات. از دي بتيجي مع المفرد، عشان قلت ذس كمان بنستخدمها للمفرد القريب، فعشان كده استخدمت انا الفعل المساعد از. لكن ما استخدمتش ام، لان ام بتيجي مع اي، ار بتيجي مع الجمع اللي هما وي يو زي، وانا هنا بتكلم عن المفرد شخص واحد بس. في الحاله دي انا رحت مستخدمه ايه؟ از. استخدمت از لان انا بتكلم عن المفرد. يعني ما ينفعش اقول هو از هو ام ذس، ولا اقول هو ار ذس، لان ذس اصلا هذا او هذه للمفرد، للمفرد. عشان كده استخدمت از، لان از كمان بتيجي مع المفرد. Who is this؟ كانت الإجابة this is. طب أنا علشان أجاوب على السؤال ده عملت أنا مقص تبديل. Who is this؟ رديت قلت this is، this is. Who is this؟ رديت أنا قلت this is، this is. أيد this is my، my أخدناها خلاص الملكية. عايز أقول جدي، my grandfather. This is my grandfather. يبقى للسؤال عن العاقل، من للعاقل، بستخدم هو، هو از ذس، من هذه او من هذا، من هذه او من هذا، هو از ذس، هو از ذس، اجين هو از ذس. والاجابه ذس از ماي بلس الشخص بقى اللي انا بسال عنه. لو انا بسال عن الاب ذس از ماي فادر، ده بابايا. طب لو عن الاخ ذس از ماي
brother، ده اخويا انا. طب لو عن الام، this is my mother and so on، وهكذا بقى. عندنا في يونت 6 الوحدة السادسة الجزء ده خاص بالفونكس، فونكس اللي هو الصوتيات. ايه هي اهمية الصوتيات؟ انا لما يكون عندي حرف زي حرف الاف اعرف صوته، هاجي اقرأه مثلا في الكلمة دي هكون عارف اقرأ الكلمة باستخدام حرف الاف اللي هو بادئ بيه الكلمة، تمام. لما اسمع مثلا صوت حرف الاف اللي هو مثلا اروح كاتب انا حرف الاف. فالدرس ده مهم جدا، اللي هو الجزء الخاص بالصوتيات، بيساعد الطالب ان هو يقرأ لوحده وكمان يكتب لوحده. طيب هنا مكتوب learn sounds with busy bee، هنبدأ نتعلم الأصوات. sounds يعني الأصوات. عندنا هو جايب لنا حرفين letter f، وناخد بالنا ان small f مش capital، ده حرف small letter f and letter t. letter f صوته طيب ايه مخارج الصوت ده؟ أسناني العلوية بتكون ملامسة للشفاء السفلية، الأسنان العلوية بتكون ملامسة للشفاء السفلية وبطلع زي صوت كده. لكن لتر تي صوته ت ت ت. طيب عندنا ثلاث كلمات بيبدأوا بلتر اف، هنبدأ نقول صوت الحرف ونقرأ. فلاج فلاج flag father father family family flag father family. لو قلت كده flag هيبقى النطق غلط، flag غلط، انا ما كده ما خرجتش صوت حرف الاف بشكل صحيح. flag، سامعين؟ flag flag. هنا father father، وكمان family family، ما ينفعش اقولها family، لا family family، ما ينفعش اقول father تبقى father father father. so حرف الاف صوته as in flag father family flag father family. flag يعني علم، father اخدناه اب، family العائلة. بعد كده حرف التي صوته ت ت، كلمات دي بتبدأ بلتر تي وناخد بالنا ان ده سمول تي، يعني التي كابيتال بيكون كده اما التي سمول بيكون بالشكل ده، يبقى ده تي سمول اللي هو بادئ بيه الكلمات كده او كده، الاتنين صح يعني، ده تي سمول تمام، لكن ده التي كابيتال. طيب الاف اللي احنا اخدناه هو كاتب لنا الاف كده، ده اف سمول، لكن الاف كابيتال بتبقى بالشكل ده كده، اف كابيتال لكن ده اف سمول. يبقى هو هنا جايب لنا الاف سمول اللي هي دي، اهي بادئ بيها الكلمات، في نفس الوقت اعرف ابني الاف كابيتال شكله ايه، ده اف كابيتال وده اف سمول والاتنين صوتهم واحد. هنا ده تي كابيتال وده تي سمول وده كمان تي سمول، اللي بيتكتبوا يعني كده صح وكده صح. اعرف برضو ابني التي كابيتال شكله ايه وده التي سمول. طيب التي صوته ت ت ت تي ت تي، شاي يعني تي، ت تلفزيون ت تلفزيون، ت تري ت تري. هناخد بالنا ان التي معاها ار في صوت زي حرف الشين في النص، ترا ترا مش ترا ترا ترا، تبقى تري تري شجرة تري. وهناخد بالنا ان في هنا حرفين متحركين ورا بعض، letter e جاي وراه e، هنا دول two vowels حرفين متحركين، الحرف الاولاني ده هيكون صوته طويل، هيكون صوته طويل وهيكون صوته زي اسمه e، تبقى تري تري. هنا كمان نفس الحكاية حرفين متحركين بس هنا e e، لكن هنا e a، الحرف الاولاني برضو هيكون صوته طويل وبنقول عليه long vowel وهيكون صوته زي اسمه e، تبقى t. يبقى ناخد بالنا t e t tree e tree t tree t tree. عندنا هنا television television
في الجزئية دي ده مكان letter F وده مكان letter T. letter F between letter E and G, letter T between letter S and U. طيب نقرأ بقى كل الكلمات. flag, father, family, tea, television, tree. again, flag, father, family, tea, television, tree. هنا عندنا letter F وده letter T. احنا طبعا اخذنا صوت حرف الاف وتعلمنا كلمات بتبدأ بحرف الاف، اخذنا صوت حرف التي واخذنا كلمات بتبدأ بلتر تي. هنعلم الطفل هنا ازاي يكتب السمول لترز اللي هو اف اند تي. لتر اف هنبدأ هنا من السطر الاول لحد السطر التالت، وهنيجي كده هو عامل اسهم عشان احنا نمشي عليها، يعني ده نمبر 1، نلف كده لحد ما ننزل للسطر الايه التالت، وبعدين هنيجي من السطر التاني، دي الخطوة نمبر 2، الخطوة التانية، وهنعمل شرطة كده في النص، هنعمل sleeping line، يعني بنقول عليه خط نايم أو خط مايل، ده small f. هنبدأ نتدرب هنا، والطفل في البيت كمان لازم يكتب بنفسه. حد السطر التالت، وبعدين هنعمل شرطة كده ايه في النص sleeping line. نفس الحكاية نفضل ننزل لحد، بس هي ايه مش تظبط معايا قوي لان الكتابة على ورقة وقلم بتختلف شوية عن الكتابة هنا. نيجي من هنا كده، ده small f. يبقى كده الكلمات دي بدأ بسمول F، flag, father, and family. عندنا بقى سمول T هو number 1، بنبدأ من فوق وننزل زي standing line، يعني خط واقف لحد السطر التالت، وبعدين هنيجي number 2، هنيجي من هنا ونعمل sleeping line، خط نايم. سهلة، ده سمول T. شايفين انا طولتها شوية، ارجع امسحها تاني عشان تطلع معايا مظبوطة. الكتابة مهمة جدا، يعني ان الطالب يكتب على السطور من هو صغير، هي اما يكبر شوية بيكون خطه حلو وبيكتب بشكل سليم على السطور. حتى اللي بيقرأ كلامه يعني سواء مدرس بيعلم له مثلا ورقة امتحان او كده يقدر يفهم هو كاتب ايه، فيديله الدرجة مظبوطة، عن الطالب اللي بيكتب اي كلام وبيبقى خطه مش حلو وبيبقى داخل في بعضه. فانا ادرب ابني من الاول على الكتابه السليمه. الكلمات دي بقى بتبدا بسمول تي، التي صوته ت، as in television, تي and tree. television, تي, tree. نقرا بقى الكلمات كلها تاني، flag, father, family, television, تي, tree. flag, father, family, television, T3. هنا الجزئية دي اسمها unit review، يعني مراجعة على الوحدة الستة كلها، بيبدأ يراجع لنا على كل حاجة أخدناها في الوحدة، وإن الطالب لازم يكون طالع من الوحدة الستة عارف الحاجات دي كلها. أول حاجة الفوكاب اللي هي الكلمات، بيكون عارف أفراد العائلة، father, mother, grandfather, brother, sister and grandmother. بيكون عارف الجزء الخاص بالفونكس اللي هو الصوتيات، بيكون عارف small f وصوته ف، وكمان اخد كلمات عليه زي flag، ويكون عارف small t. زي ما قلت لكم التي ساعات بيكون كده زي ما هو جايبه في الكتاب، وساعات بيكون بالشكل ده، الاثنين صح، ده small t. هنا small t صوته ت ت as in tree.
وكمان كلمة تي شاي وتلفزيون. كده دي الحاجات اللي في الواحدة لستة كلها سهلة جدا على فكرة، أفراد العائلة وبيعرف كلمات تبدأ بلتر F and لتر T. هنا ريفيو 2 يعني مراجعة تانية. هنا جايب كل الحاجات اللي أخذناها في يونت 5 وكمان اللي أخذناها في يونت 6 الوحدتين الخمسة والستة وجايبهم مع بعض في الريفيو دي. أول حاجة بدأ بيها هي الكولورز. هنا أورنج اللي هو البرتقالي، بلو أزرق، ريد أحمر، يلو أصفر، جرين أخضر، بلاك أسود. كمان مرة، أورنج بلو ريد يلو جرين بلاك. وبعد كده جايب لنا أفراد العائلة. أول حاجة mother mother father sister grandfather brother grandmother. وبعد كده جايب لنا numbers اللي هي الأرقام number 6 7 8 9 10. هنا ده تمرين بسيط جدا بيقول write and say، أكتب وأقول. هنا جايب لنا number 1 هنبدأ نكتب، هنا number 2. بس أهم حاجة واحنا بنكتب ناخد بالنا ان احنا بنكتب على الثلاث سطور، number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 من اول السطر ده لحد السطر الثالث، number 7 number 8 number 9 number 10. تمام كده يبقى عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمرين الثاني count and write، عد واكتب. هنبدا نعد الحاجات الموجوده دي ونكتب النمبر الخاص بيها 1 2 3 4 5 6 7 8. هنبدا نكتب نمبر 8 هنا. طيب هنا هنعد دول 1 2 3 4 5 6. نبدأ نكتب number 6 ونلتزم بالكتابة على السطور، لأن شايفين هو جايب أصلا السطور اهيت علشان الطالب يتدرب على كتابة numbers على السطور. هنا هنعد الكاندلز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One, two, three. هنا التمرين ده color لون and say. الطالب هيبدأ يلون الحاجات دي في البيت زي ما هو حابب. say هيبدأ يقول الكلمات دي، الكلمات دي في الوحدات اللي قبل كده. أول كلمة عندنا هنا drum drum اللي هي طبلة، triangle triangle آلة triangle. عندنا piano piano وبعدين guitar guitar. يبقى drum triangle piano guitar. التمرين اللي بعد كده write and say. هيبدأ الطالب يكتب الحرف الناقص هنا، هيسمع صوت الحرف ويكتبه، وده المهم جدا علشان موضوع الكتابة، علشان يسهل على الطالب ان هو يكتب يسمع صوت الحرف ويكتب الحرف الخاص بيه. يعني مثلا الكلمة دي جايبها ناقص حرف الاو، وهيبدأ يقول orange orange. هو هنا في الاول سمع ايه؟ او. هو اخد طبعا ان حرف الاو صوته او، هيبدا يكتب هو هنا letter او. طيب flag flag، ايه هو الحرف الاولاني اللي انا سمعته في الكلمه؟ flag، يبقى ده letter f وهنكتب small f زي ما هو اخدها من اول السطر ده لحد السطر الثالث، وبعدين هنيجي نعمل ايه؟ sleeping line. طيب drum drum ده drum، سمعت انا letter ده يبقى letter D، هنكتب small D طيب شجرة يعني tree tree t tree
ت، يبقى هنا ناقص حرف الايه؟ التي. هنا جيتار، جيتار، ج، جيتار، ج، ده حرف الجي. طيب عندنا شمع يعني كاندل، 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 ك، يبقى ده حرف السي. هنكتب سمول سي على السطرين اللي في النص. كده خلاص خلصنا يونت 5 and يونت 6، وجايب لنا بقى كل الحاجات اللي موجودة في الوحدة الخامسة والوحدة الستة، وكمان الحاجات الموجودة في الوحدات الأولى خالص. يعني هنا دي ريفيو شاملة كل الوحدات اللي هي اللي فاتت بكل حاجة فيها. طيب تعالوا مع بعض كده، حتى هي البيزي بي بتقول now I can say، دلوقتي أنا أستطيع إن أنا أقول. خلاص أنا اتعلمنا الحاجات دي ونقدر دلوقتي إن احنا نقولها مع بعض. father، mother، grandfather، grandmother، sister، brother. الآلات الموسيقية drum، flute، triangle، piano، guitar. numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الكالرز green، yellow، blue، red، orange، black. هنا الفونكس الصوتيات درام بدأ بلتر دي، د، درام. جيتار بدأ بلتر جي، ج، جيتار. كيك بدأ بلتر سي، ك، كيك. اورنج بدأ بلتر او، او، اورنج. فلاج بدأ بلتر اف، ف، فلاج. تري بدأ بلتر تي، ت، تري. وبكده نكون خلصنا شرح يونت 6 الوحدة الستة، ورجعنا كمان على الوحدات اللي قبل كده. ما تنسوش بقى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة عن طريق ان انتوا تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب تحت الفيديو ده.